اهلا بيك يا فندم، منورنا. اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. يعني حضرتك شفت ازاي الرسائل بيوصلها المواطنين النهارده من خلال ذهابهم لصناديق الاقتراع؟ اعتقد ان المصريين اليوم سطروا تاريخا جديدا بالمشاركه الايجابيه في الانتخابات الرئاسيه. ان الحشود اللي شايفينها امام اللجان في مظهر حضاري يليق بمصر وتاريخها وعراقاتها في الممارسه الديمقراطيه امر يوحي برساله كبيره للعالم في الداخل والخارج. واعتقد انه الاعداد الموجوده امام اللجان بتدل بما لا يدع مجال للشك مدى الوعي لدى المصريين. واعتقد انه هذه الحشود هي رصاصه في قلب اعضاء الوطن ممن حاولوا التشكيك في نزاهه العمليه الانتخابيه. طيب كمان احنا هذه العمليه بتجري وسط طبعا يعني ظروف استثنائيه سواء على الصعيد الداخلي او على الصعيد الاقليمي. ايه الرساله اللي حضرتك حابب توجهها للجمهور بناء على المعطيات الداخليه اللي بنشوفها وفيها تحديات كبيره وايضا المشهد العالمي والاقليمي؟ اعتقد ان المشاركه في من خلال الحشود التي نراها امام اللجان في حاله وطنيه وحماسيه ليست بغريبه على المصريين. وكعاده المصريين دائما جنبوا مشاكلهم اليوميه جانبا وقرروا المشاركه بفاعليه غير مسبوقه. فضلا عن ارسال رساله قويه لكل دعاه الشر حيث تحطمت كل الدعاوى الهدامه على صخره وعي المصريين. لقد لبى المصريون نداء الوطن وتدفقوا على صناديق الاقتراع منذ الصباح الباكر. وقد شهدت القرى وشهدت اللجان اقبالا منقطع النظير، ولا شك ان في هذا الامر رساله كبيره لكل العالم بنجاح العمليه الانتخابيه. متعلقه. اي يا فندم سامعك. الو. ايوه يا فندم معاك. ايوه مع حضرتك. كمان في جزئيه يمكن متعلقه بالاجواء العامه طبعا الخاصه بحرب غزه، ويمكن كنا بنستمع لبعض المواطنات من شويه هم وضعين في بالهم انه الذهاب لصناديق الاقتراع بشكل او باخر بيمثل كمان موقف خاص ليه علاقه بالدوله المصريه من حرب غزه. رصدت ازاي النقطه دي؟ اعتقد انه هذه الحشود تريد ان توصل رساله انها خلف القياده المصريه بشكل عام وخلف الدوله المصريه. الجميع يعلم التحديات التي تحيط بنا من كل جانب، الجميع يعلم ان لدينا مشكلات، لكن الحضور يؤكد على رساله وهي الحفاظ على الامن القومي المصري والوقوف صف واحدا خلف الدوله المصريه. واعتقد ان هذا الامر واضح وضوح الشمس حيث أغلب الحشود الموجودة أمام اللجان الجميع يلتف حول علم مصر. الكل يردد في هتافات تحيا مصر، وهو لا شك أمر له معنى كبير ومغزى كبير في الاصطفاف الوطني. مفهوم يا استاذ عبد الله. نشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ عبد النبي شحاد رئيس تحرير المسا وموقع الجمهوريه. شكرا جزيلا.